سيد لافي، نتنياهو استثمر لحظة عدم رغبة إيران بالتصعيد في المنطقة وبدأ بهذا الحراك وهذه الاغتيالات وهذه الهجمات هنا وهناك. لا طبعا، لا، نتنياهو يعلم تماما أن تصريحات إيران يجب أن تدرس وليس هناك ثقة فيهم، لأن برأينا إيران هي الرأس الحي في المنطقة وهي المسؤولة الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة بما فيها الحوثيين الذين هم ذرع يمولون من قبل النظام الإيراني الثوري الشيعي، يا الميليشيات في سوريا وفي الشام، في الشام وفي العراق الذين يهاجمون القواعد الأمريكية الموجودة هناك. طيب، توسعة هذه الحرب، رقعة هذه الحرب سيد لافي، من مصلحة إسرائيل أن تكون فيها؟ إسرائيل لن تريد الحرب، ولكن إذا اضطرت أن تدافع عن نفسها فسوف تعمل كل ما بوسعها لأن تدافع عن مواطنيها، وأن تعمل كل ما بوسعها لأن يرجع كل المواطنين إلى ديارهم. طيب، أيهما يشكل هاجسا أمنيا مزعجا بالنسبة لإسرائيل، الرد من حزب الله أو الرد الإيراني المنتظر؟ إسرائيل سوف تعامل كل عدو الذي يسبب خطر على أمنها القومي، إذا كانت هذه حزب الله يا إيران نفس الشيء، يعني المعاملة سوف تكون متساوية ومتزامنة طبقا للمصالح الإسرائيلية.